كنت عامله ورق كتير وعايزه اجامل جوزي وبتاع يعني خلاص كل حاجه استاهلت مش كده كل حاجه استاهلت اه لا هي الفكره بس انه لازم نتفق كلنا ان يعني نص حلاوه الروايه دي في الاهداء دي احسن صفحه دي احسن صفحه رشا عباده العبره بالجوهر والحقيقه والاصل يعني تحس ان الحقيقه احنا برضو احنا برضو نلام على ان احنا ما جبتوش صوره الاهداء ما نورتوش ما نورناش انا ما نورش لنفسي انور لنفسي المهم الفكره في انه الحكمه اللي يعني بيهديها لي في اول وربما اختلفنا عليها لانها كانت يعني الجملة ما علينا اختياره في النهاية للحكمة دي اللي هو تحس حسيت انها يعني نوع من التهديد وكأنه يعني بيديني اللي هو الست اللي تعبت معايا وعملت السندوتشات وشاي بلبن واستحملت لي سنتين بكتب في الرواية غير السنة اللي قبلها اللي انا ما كنتش موجودة فيها فالحقيقة الرواية استغرقت مدة طويلة جدا يعني يمكن النقطة اللي عايزة اقول انه محمد طول الوقت منشغل بكتاباته يعني هعتبرها شهاده كده على غرار استاذنا العمده شعبان انه طول الوقت منشغل في كتاباته وهو ماشي وهو بيفكر وهو نايم طول الوقت بيحكي عن شخوصه بدهشه واعجاب يعني وكانه هو يقرا وكانه قارئ لنفسه. النقطه الثانيه كمان انه يمكن عايزه اقول ان محمد او ككاتب يعني هو رجل يتذوق الجمال يعني انا شايفه ان الروايه تنتصر للجمال ايا كان الجمال ده يقدم في موسيقى بقى في قرآن هو الجمال حالة التي تهذب النفس يعني محمد إبراهيم طه هيسمع محمود خليل الحصري زي ما بيسمع محمد أنديل نفس الطرب ونفس الترديد وراه هو هكذا يسمع نجات كله هو بيسمع عن المغرين زي ما وكلامه عن نجات زي ما بيقول نجاته كما يسمع انا اللي مختاره اسم صبا طبعا عشان اول سر لان محمد كان مسميها ذكريات وانا قلت يا يعني يا انا يا ذكريات يعني حقيقه مش هتكلم طبعا عن البناء والسرد لكن هفضل يعني يمكن هتفق مع استاذه هاله في انه انت امام كاتب محترف يعني بيضع خطه من البدايه هو حاطط مركز للفكره من البدايه انه انا هتكلم عن فكره المقامات الموسيقى والقران و لماذا يرفض ذلك ويقبل الآخر وهي واحدة يعني يمكن طريقة محمد في الكتابة يعني لا يسبقه أحد ليها يعني هو دايما بيحاول إنه ما يكونش متشابه مع حد وبيشتغل على نفسه في ده كتير الرواية تعاد ترتيبها كتير فصول حاجات كتير اتحذفت الشخوص وطول الوقت هو مش مقتنع بعمله وأنا شايفة إنها خلاص كده فلة بقى يلا يا عم لم الليلة لا طول الوقت عاد الترتيب ابتكار الشخصيات عشان يحل عقد شخصية علي أبو بربور دي كانت تقريبا استحدثت في النهاية من خلال موقف هي شخصية يعني بالنسبة لي جميلة حتى هو بيحكي انه ازاي وانا ميت والله ما انا جاي لهم في الحلم اللي ما يجيبوا فرقة قدام المقابر كان نفسي في طقطوقة قبل ما اموت وهنا يمكن كانت من الشخصيات الواعية يمكن لما استاذ عادل بيقول على الشخصيات كلها مجنونة كانت من الشخصيات الواعية اللي بتؤكد اللي عندها عقل يعني وشيء وتبدو طبيعية اللي بتؤكد نفس الفكرة طيب الفكرة انه يعني الاحترافية دي اللي انا اللي بتمنعوش من الاسترسال يعني لكنها بتمنعه من الفوضوية الحقيقة طيب في عشان ما نعيدش كل الكلام انه عجبني انه الشخصيات الثنائيات دايما يعني عند محمد عندنا الشخصين اللي هم عندنا الشيخ شمس الدين والشيخ فتح الباب على عكس كم الحدة اللي هنا والنعومة بتاعت شمس الدين حتى هو بيرفض عزفه على الآلة الاختيار آلة القانون بكل ان انت يعني مش اي آلة تانية محمد بالمناسبة يعني ضيع مصروف شهر واشترى لنا أورج محترفين في البيت يعني حقيقة وفضل يعزف عليه ودي كانت من الحاجات ويتعلم المقامات بغرض الروايه بغرض الروايه حقيقه يعني وانا كنت يعني اتقطع انا على 5000 دول المهم ففكره الثنائيات في العمل واللي هي يمكن تيمه طول الوقت عند محمد صبا ومكه امه يعني دايما كان في التناول ده حتى وهو بيتخيل انه شاف امه ثم شاف شخصية صبا الفكرة انه كل الكلمات او مفاتيح الرواية
اللي هي مثلا بتتكلم عن ليس منا من يتغنى بالقرآن، الأسس واحدة، موسيقى وقوالب ومقامات، الظاهر موسيقى والباطن تجويد، العبرة بالجوهر، لم تخلق الموسيقى إلا لتسمع في بيوت الله. كل الكلمات اللي ماسكة مفاتيح الرواية جاءت على لسان الشخصيات المحايدة اللي احنا كلنا متعاطفين معاها، اللي هي المنعكش، وكأنهم أنا حسيت أنهم حراس، والخضر هو نفسه النبي الذي يحمل الرسالة، هي رسالته أنه يعزف القرآن أو يعزف إيمانه، يعني كما وقر في قلبه، هو جاله رباني. فمن المنعكش لحسن البوخ، اللي هو حتى لما مات المنعكش وثبت أنه فعلياً مات، بدأ يظهر بوضوح حسن البوخ وتبان شخصيته، وكأنه بيسلموا الحراس لبعض، يعني حتى النهاية ما بين فكرة أنه شخصية حسن البوخ متزنة والمنعكش اللي تبدو مجنونة، وثالثهم في الموت وأقربهم لواقع الحياة اللي هو الخضر. أنا حسيت أنه أنت في النهاية عايز تقول أنا كلنا نبي، يعني كلنا نبي يحمل رسالة أيا كانت الطريقة اللي بيؤدي بها رسالة، ولو تجلياته والحجاب المكشوف عنه يعني، لكن كله يمارس بالطريقة التي يفضلها. يمكن يعني عايز أقول بس في النهاية، عشان من كل الكلام ده مش هينفع يتقال تاني، انا لازلت معجبة بفكرة الثنائيات، معجبة جدا بفكرة الاعادة اللي كان طول الوقت يوسف المنعكش بيكمل تفاصيل القصص اللي اتقالت على لسان، وكأنه هي نفس فكرة كل الروايات ناقصة الا روايات اللي هو اللي بيتم بيها كل حاجة. الشعرة اللي كان ماشي عليها محمد، ولربما تناقشنا فيها كتير، انه طب يا عم هيعملوا لنا ازرق اديان وهتودينا في داهية، وانا مش عايزة يعني وهعيش وحلاوها بقى ومش جاية. فلا الحقيقة، فهو فضل طول الوقت بيعيد في تكرار يعني، وكأنه بيحفظنا الفكرة انه ماشي على الشعرة دي بحيث ان محدش يقول لي انت بتعمل ازرق اديان او بتلعب الحين او فالحقيقة هو كان محافظ عليه. يعني في الاخر يعني لو طول الرواية انت ماشي تقول له، يعني لو نفس الجملة اللي بيقولها، لو انت بتعمل فينا ايه مجرم، يعني طول الرواية انت متفاعل مع الكاتب يعني. يعني انا خلصت الرواية، ويعني بدعي ربنا ان احنا نفضل كده في مكتوبين اسمائنا في نوتة الناجين. انا عجبتني جدا نوتة الناجين، يعني يا رب دايما، والف مبروك يا محمد.